قال له هلا متى انا ميت؟ قال له عمرك طويل. لا ملاتي تفاح برتقال موت كوكي. قال له هاي الجنه وما تشتي لانفسها فواكه الجنه. قال لا بعتبر حجراء يتبع بنات. تعال هلا اتفاح للملم. قال له هني انا اقول لك هذا نحور العين. هاي الملايكه تدلولي حتى بعدين. ملايكه تدلولي حتى بعدين. ولكن انا حديت والملايكه تدلولي. ما يجي. انت قلت عدوها؟ قال لا ما يجي. ليش ما يجي؟ قال روح يوف لك مله. يعني غدك. خلي واحد. ولكن وداعتك. دشيت بالجنه. انت تسوات ما عندكم ما لقيت. السلام عليكم شباب 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 خيركم اطواركم القى مستقيه وري ما اعرف شباب انا مختفي وغايب صار لي فتره لكن راجع لكم وبقوه بس صبروا علي هاي اليومين طبعا شباب دا احضر العب لكم العاب رعب قصيره ومقاطع ايضا العاب ترفيهيه وتحشيشيه وعندي مجموعه من عدل ودارت تمرد اضبط الاساس انا شويه بالعراق اعرف اشوف السيت اب اللي وراي مو عراقي لكن اعرف وجد اضبط وضعي وبنفس الوقت ايضا قاعد اجهز فيديوهات جايه جديده فصبروا علي واليوم بدي اشوفكم جايب لكم فيديو ميمز قصير كل عراقي تحشيشي كوكتيل جميل دزوليه شباب وان شاء الله ربي حيعجبكم ما طول عليكم لا تنسوا تنزلوا وتخلي لايك وتشتركوا القناه وتشتركوا ايضا تابعوا على بعض وان سيريس راح انزل نراجع بقوه وبالبثوث على الفيسبوك اسوي فيديوهات وتحليلات على مجموعه على فيديوهات الى الحرب وغيرها ما طول عليكم نقول لايك 3 2 1 نحن رجعنا مش قادر اتنفس بيت ميمي المستشفى تشرب صارت بحاله واحد يقول جدته راحت تسوي معامله اطلبوا منها صوره شخصيه وعطتهم فقال هالموظف حجيه نبي الخلفيه بيضاء وقالت له انا لو خلفيتي بيضاء ما قعدت 34 سنه حيوانات احنا ناكل بس اكل وننام قطعت الحرية مالتنا سديتوا الكوفيات سديتوا المطاعم غير فيروس منتشر حجي غير اذا يضربك يرجعك للوبي عليكم التعليم انسد شو تفهم شو تفهم بالعالم هسه خوفتونا حتى احنا راح نتخبل قلوبنا راح تقف من وراء الخوف راح ينزل غاز من السماء راح تنقلب الدنيا عليكم راح يجي فيروس اربع مرات عم فتحوا لنا الحظر وخلي يصير بينا بخريان ابوي اللي يشوفني لازم التليفون ظل ظل عمرك راح يروح كلامه صحيح عمرك راح يروح كلامه صحيح انت مربع والله فلا مربع انت ابوك ما قاعدين يمك صدق ما تستحي مربع ولا عسل يما بدو الله يما بدو الله قال له هلا متى انا ميت؟ قال له عمرك طويل. لا ملاتي تفاح برتقال موت كوكي. قال له هاي الجنه وما تشتي لانفسها فواكه الجنه. قال لا بعتبر حجراء يتبع بنات. تعال هلا اتفاح يشوف للملم. قال له هني انا اقول لك هذا نحور العين. هاي الملايكه تدلولي حتى بعدين. ملايكه تدلولي حتى بعدين. ولكن انا حجيت والملايكه تدلولي. ما يجي. انت قلت عدوها؟ قال لا ما يجي. ليش ما يجي؟ قال روح يوف لك مله. يعني غدك. خلي واحد. ولكن وداعتك. دشيت بالجنه. انت تسوات ما عندكم ما لقيت. سبحان الله
الشيء اللي بيصفن. مع احترامات الخالي يا ابوي. أو احنا ناس طايفين نشرب لي قلاص مره واحده والله العظيم. سعدات تجي للبيت البنيه بيشوف رجلها لازم التليفون ويضحك. الشخص اللي يتمرجل على اخته ايه هو نفسه اللي في الخروف يا مرته. اوه شيت. الله عليك كان حلو ولكن لا الا بخد لحلم المهند. أمانة القرآن بالقرآن بالعباس. حبيبتك اعطيني حسابك. هو دقيقة حبيبي بس نزل رمز ايه يمسح الهستري خاف عنده سوالف. نو كل ما تحتري صعدنها. انت النورة شاب تموز شت لبسه دخذني شكلي بعد الساعة 12 بالليل دخذني تعبت. انا جزعت بعد ماري اقدك اخذني هي غير ما انت اخذ اللي مو تسع دور الساعة دي. ما هو المصران الأعور؟ مصران الأعور عبارة عن وريد إذا انقطع يستبدلونه بآخر مطاط مشابه للموجود في الجسم. ما هو المصران الأعور؟ مصران الأعور يشبه الإنسان شكل الإنسان ولا عرفه يعني يصير بالإنسان مرة واحدة. الدودة هذا دودة زائد. وين الدودة وين؟ صير هنا بالفر هنا. وين؟ هنا صير بالهاي. ايه اصير ديدا زايدة قليل هيك. انا فهد مرة اكلت اكلة صار عدم صراعة شنو اكلت؟ يعني اكلة ذكية دسمة يعني اكي لحم وهاي مفتح تعذيب ومرة حالة عصبية صارت عدي صار عدم صراعة عبر. ما هو المصران الاعور؟ هو المصران الاعور زايدة دودية لا يفتهم يعني منين يجي؟ يجي اذا يعني واحد ياكل تمن وببسي هاي الزايدة تصير دودية عنده. تعرف المصران الاعور؟ اطلع عشان فدوى روح لك الاستاذ من يوزك بالمحاضره احمل والديك اطلع والله اطلع لزك اطلع احمل الكعبه اطلع لزك من درس اطلع قويه قويه يا شباب طلاب مرحله اولى لا وحده سلمت علي لا وحده ضحكت بوجهي لا وحده كل شيء ماكو هل هناك خلل دوم لابس فلوس شاي قدرت صابغها حاط شعر الجل شنو من الخوف طلعت الانثى اللي بداخله الدكتور بدا يشرح المحاضره الساعه 8 هاي الساعه 8 و 3 دقائق فك عيوني ولا فك عيوني ولا تفجرك رجعني فك عيوني انت لا تدعي على الكافر ويش وش يريد الحج مو دعوات اقرا فجر اقرا بس المدرس واه لابي تو طبعا احنا العراقيين حورنا اللغه العربيه انطيناها في الطابق الجديد مثلا عدات الخم سامعين بيها ما حد سامع بيها بس العراقيين يعرفون هاي عدات تستخدم للفعل المستقبل مثلا خل نروح خل نجي خل ناكل خل نشرب خل ندخن خل نطلع شوف خل شوف هذه اعداد جديده انضافت للغه العربيه زين عندكم كلمه خوف خوف هاي مو للخوف لا هاي للنسيان مثلا نسيت شيء تستخدم للنسيان مثلا نسيت شيء تسال واحد فلان شيء يقول لك خاف جوا الكرسي خاف بالسياره خاف فوق الثلاجه شوف خوف تستخدم للنسيان يا سلام طورنا اللغه العربيه هذا التحديث الجديد مع اللغه العربيه عندنا
بنات مثل ما عودناكم من أحلى شحاط مدجلي شوية غراسي خلينا نشوف الكعب فيها موديلات هواي وألوان هواي. الهوى اللي ما ضعك مستوى يطعك اليوم مدفتي السلام عليكم. هذا ابو البيت اليوم جايب لي كروكه. قلت له عمري اذا اشتغل قال لي قلت له كرك ماكو. شوف جيت الصبح اشتقيت شوف الكرك هذا ادري سهم شوف كرك يتشب قوس انا بدي اخبط ايش اسوي زين قال لي راح اجيب لك كرك راح جاب لي كرك وجه جاب لي هذا زين ادبه بالنفط حتى يكبر شو اسوي اولي اخوك يشوفك تسمع الفجر احكي لك شغله قبل فتره انا عجبت مجاوب طحت على مكان ترددت على مكان اكثر من مره تمام وشفت شخص انا عجبت بيه من داخلي هو ما يدري واني ما ادري شكوا بيها طبيعي ورا فتره عرفت انه مرتبط لا صدق قلت يا رب يعني شو شكلنا فيستين ضربوري اصفق لك بالمقلوب وانت بوري اها كبرى مضروب في رحت لي مام الكاظم فرجعت الكوستر الكوستر ما هي بس ايش كان نفر تبيها مره وجاهل جاهل يبكي وانا قاعد اصفق كنت اخاف الطيني عليه تبكي والله سكتت حلو السيطره وقفتنا السيطره هي نزلت تخرب ابنك قال شين ابني ابنك هذا ويلكم يا معود عذب ادلي قالت والله ابنك صياح من الناس صياح من ناطع الضرب قال شك قلت له عجاج قلت له علي تقول له ابنك هذا قال وقف بابا انت وقف على صفحه وانت بابا وقف على صفحه والجاهل بالنص المن يروح هو بالمن زين الجاهل هذا انا مسكتهم لعبه وهاي تكفي بي المن يروح والله العظيم خلوه بالنص جاني الجاهل ابا زرقنا الضابط زرقنا راجدي فزيت ام قالت ام قعد تريق يا مرعب هاي الحالة البنيمة تدلع هاي الحالة صراحة انا كنت مقبل عليك شو صار في لا شنو هارد 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 تقوم تشرح قدام طلاب صديقك اوكي شباب طبعا اليوم كان الفيديو مالتنا خفيف وبسيط وصغير ان شاء الله ربع عجبكم بعد يومين كلاس على زيكم ايضا فيديو ثاني ان شاء الله ربع عجبكم قبل ما تروحون باكر او الفيديو اللي بعد هذا حيكون مال كول اوف ديوتي على مسابقه اني و كيما بعدنا مسويها لي مسابقه راح نلعبها ونشوف ان شاء الله ربع حيكون فائزين او من الاوائل القريبين اذا الحظ قاعد ويانا واتمنى من عندكم اتمنى يعني رجاء هذا الفيديو اللي قبل هذا مال موبايل ليجندز تروحون عليه وتشوفون منه حتى لو اربع دقائق خمسه لاف يو لان شوي تساعدوني مشاهداته قليله وانا احب هاي اللعبه وحبيتها وبنفس الوقت شوف ما اكذب عليكم حبيتها صراحه والله وبنفس الوقت هي يعني صايرين داعمين لهذا الشهر فاتمنى من عندكم ما تقصرون وياي وتدعموني بتحميل اللعبه او دخول على الرابط من الوصف وتشوف يعني I love you نشوفكم إن شاء الله باي باي ولا تنسى مشاهدة آخر أربع مقاطع